مساء الخير. أنا بدي أقول عندكم فراشي بس بإيدين فولاذ، يعني أنا خفت هلأ إذا ضربتنا بوكس مش هينة. وشوف شو من هنا. أنا بدي أقول شغلي اليوم حقيقة نحن خايفين على لبنان من ناحية الموسيقية، لأنه الناحية السياسية بتتعوض، بس الموسيقى بتهدم الفكر. الموسيقى كل شيء بالحياة. اليوم لما كنا مثل ما عم نشوف، عم بنصح كل كان في ولاد حدي عم بحكيون انه ما تشوفوا التلفزيون وتشوفوا الاغاني اللي عم تمرق، لانه هي مش منيحة لإلكم بالمستقبل، لانه العقل بيتأثر ما بيعود يتقدم الانسان. وبحب اقول هلأ بما اني شفت، انا بقول هي رسولة جديدة للجنراسيون اللي عم تطلع، لانه عم بيجي هيك كميه من الاطفال والشباب والولاد يسمعوا الموسيقى العاليه، الموسيقى المثقفه. فانا عم بتفائل هلا من جديد للبنان انه يكون عنا بالمستقبل شباب بده يحافظوا ويتركوا كل هالموسيقى البشعه اللي عم تعملها التلفزيونات، وما تصدقون للتلفزيونات لانه بيكذبوا دائما. ثانك يو، هاستا لويغو.